فضيلة الشيخ بالنسبة لإجابة الدعوة، فإذا دعيت أو دعيت العائلة لوليمة يكون الوجوب في حق كل أفراد العائلة، وإذا تخلف شخص من أفراد العائلة هل يدخل هذا في النهي؟ إذا كانت الوليمة وليمة زواج، وليمة زواج، فإنه يجب على المدعو أن يحضر، إلا يجب على المدعو أن يحضر بشرطين: الشرط الأول أن يعينه الداعي باسمه لا دعوة عامة، والشرط الثاني أن لا يكون فيها منكر لا يقدر على إزالته. إن كان فيها منكر لا يقدر على إزالته، والغالب اليوم مع الأسف أن هذه التجمعات فيها منكرات وفيها شرور، منها تبرج النساء وما فيها من المفاتن، ومنها الأغاني والمزامير، ومنها التصوير. الآن ظهر التصوير في حفلات الزواج من السفهاء ومن الجهال، هذه معاصي، إذا كنت لا تقدر على إزالتها فلا تحضرها، لا أنت ولا أهلك. نعم.